السلام عليكم يا شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. ناس ما تشوفون هذا المقطع لعيبه الاسبوع بعد ما خلصنا من باكجات ملحميه، اسميها حرب ملحميه حق البحث عن راشفورد المجنون، ولكن من بعد ما حصلناه بسبب يعني ما شاء الله ولدي من محاولتين اطلع راشفورد توفيق رب العالمين حظ ولدي، فان شاء الله يا رب بخلي حمودي هو اللي يفتح حق باكج ابطال اوروبا وباكج لعيبه الاسبوع. يعني 6 محاولات، 3 محاولات حق ابطال، 3 محاولات حق تيم اوف ذا ويك. يلا يا حمودي، يلا نبدا حبيبي، يلا افتح لي لعيبه الاسبوع. طبعا يا شباب لعيبه الاسبوع قبل لا نفتحها اقول لكم من التارجت. طبعا في مدافع سريع جدا يا شباب اتمناه، هو اللاعب هذا اللي كارته اصفر، لاعب هولندي اعتقد، بس هذا اللاعب اللي احتاجه واوجز ظهير برشلونه. يلا يا حمود افتح، يلا اس اكس حبيبي، يلا بنشوف يطلع حقنا اللاعب المدافع الكرت الاصفر. طبعا طلع لنا تريبيان لاعب اتلتيكو مدريد، طبعا سيء حتى لو ما طلع لي اي لاعب شباب، خلاص فاضل راضي كل الرضا يا شباب. يلا بعد مرة حبيبي حمود، بعد مرة ولدي خلص يا شباب من بعد ما طلع لي راشفورد، بعد باقي محاولة. يلا يا رب اتمنى هذا القلب السي بي اللي الكرت الاصفر، اتمنى يا رب يطلع لي، طاقته ضعيفة المفروض يعطوني اياه. طبعا ما كنا محظوظين جدا في هذا الباكج، كان باكج سيء، فما عليه شباب، الامل في ابطال اوروبا. ابطال اوروبا بعد في لاعب عجبني، لاعب زوما، لاعب تشيلسي مع راموس، وفي لاعب اخر يا شباب اسمه بشوف زوما والابا، ايوه والابا. يلا افتح حمد، يلا حمد خلص حطك حبيبي، خلصتها من بعد راشفورد. يلا الابا، الحمد لله رب العالمين اعطاني الابا اول. شوف ثاني باكج، يلا حمود اكس بعد، يلا حمود عطني حبيبي، ابي راموس ها، جيب لي راموس، يلا عطني راموس حمود. تشيزا بس يلا بعد حمود سيء، راني ما احتاجه بس انا كنت اتمنى دفاعات. يلا اخر باكج حمود حبيبي زوما، نبي لاعب تشيلسي زوما، يلا اكس، يلا يا رب زوما لاعب تشيلسي بعد الابا مكرر. يلا ما علينا، يعطيكم العافيه يا شباب، مشكورين ما قصرتون، اتمنى لكم حظ اوفر ومع السلامه.